أعزائي مشاهدي برنامج نحن أصدقائك، أسعد الله مساءكم. إنه عيد الأضحى المبارك قد أطل علينا، فكل عام وأنتم بألف خير. اليوم سنأخذكم في جولة لنتعرف ماذا أعدت لكم شركة المشروعات السياحية في مرافقها المختلفة من برامج حافلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ومرة ثانية نقول لكم كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. وتشعل أعزائي المشاهدين، أصدقاء شركة المشروعات السياحية، مرة أخرى لنتعرف أكثر عما أعدته الشركة من نشاطات في المرافق المختلفة ومفاجآت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سواء للمواطنين أو المقيمين الذين يرغبون في قضاء إجازة عيد الأضحى في البلاد. رأينا أن نلتقي السيدة نبيلة العنجري، رئيسة قسم العلاقات العامة في شركة المشروعات السياحية. منرحب فيك مع أصدقاء نحن أصدقائك. يا هلا ومرحبا، هلا فيك. نحن اليوم حابين نتعرف أكثر عن نشاطات الشركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نحن عرفنا أنه محضرين مفاجآت كثيرة ومتعددة. بداية نقول لجميع مشاهدين برنامج نحن أصدقائك عيدكم مبارك. وعيد الأضحى المبارك يتميز بميزة ثانية غير عيد الفطر، اللي هو بداية دخول الصيف بقوة، وتميز مرافقنا الكثيرة اللي هي على البحر واستعدادها الكبير من فترة في أنشطة وبرامج مميزة. فمن هذا المنطلق نقول لكم أهلا وسهلا فيكم في مرافقنا بعيد الأضحى المبارك. أول المرافق اللي مستعدة استعداد كبير اللي هي نادي اليخوت. نادي اليخوت يستعد لإعادة افتتاحه بعد إعادة إعماره من الأضرار اللي ألمت فيه خلال الغزو العراقي الغاشم، ويواكب افتتاحه فعاليات كثيرة، منها إقامة معرض للمعدات البحرية والقوارب، وهذه دعوة لجميع محبين البحر والمحبين الاستفادة من هذا المعرض في زيارة المرفق اللي هو نادي اليخوت. كذلك عندنا في النادي هذا خلال طوال أيام العيد فعاليات كثيرة، فرق للأطفال وفرق شعبية وأنشطة مختلفة، فدعوة لجمهورنا الكبير الكريم في زيارة نادي اليخوت خلال أيام العيد وما بعد أيضا أيام العيد. أيضا في شاطئ المسيلة، ماذا أعددتم لنا في شاطئ المسيلة؟
أخت نسرين، أنت عارفة شنو في نادي شاطئ المسيلة؟ أو اليوم بشاطئ المسيلة راح يغني فناننا المحبوب نبيل شعيل. نبيل شعيل فنان يحب الكثير، وراح يكون مفاجأة شاطئ المسيلة في أول يوم العيد. فأهلا وسهلا فيكم وبرامج شاطئ المسيلة. نحن حابين نعرف منك أكثر ونعرف أصدقاء شركة المشروعات السياحية عن المرافق المختلفة. فنحن هلأ موجودين بصالة التزلج، مثل ما لنا شايفين فرقة أكروبات عم تستعد، فشو حكاية هالفرقة؟ الفرقة اللي جاية تزور الكويت هي فرقة روسية متخصصة في الأكروبات، والأكروبات فن جميل يحب الكثير ولا جمهور كثير. دعوة لجمهورنا الكريم بزيارة صالة التزلج الصغرى طوال أيام العيد. هناك أكثر من حفلة، برنامج شيق وعروض ممتعة في صالة التزلج الصغرى. دعوة لهم لعدم إضاعة الفرصة، لأنها نادرة بصراحة، وهذه شيء جديد يزور الكويت خلال أيام العيد وما بعد العيد. يعني الدعوة مستمرة إلى ما بعد العيد إن شاء الله، لفترة طويلة، لفترة إن شاء الله 10 أيام. عندنا كمان جميع مرافق شركة، المشكلة إنه المرافق كثيرة. فمثلا بالجزيرة الخضراء، الجزيرة الخضراء في داخل الجزيرة الخضراء عندنا مهرجان للبسطات، وهذا المهرجان ينجح سنويا وكل مناسبة، كل عيد احنا نعمل هذا المهرجان، ولا كثير من الرواد والجمهور اللي يزور الجزيرة بخصوص الاستفادة من المهرجان البسطات الموجود في الجزيرة، لما فيه من مواد ومعدات وأنشطة مختلفة. وأيضا المفاجأة الجديدة في الجزيرة السيرك المكسيكي، هناك عروض للسيرك بقرب الجزيرة الخضراء، عروض شيقة وممتعة للجمهور. أكيد الجمهور رح يستمتع بعروض السيرك. في عنا الحدائق، عنا حديقة سياحية وحديقة الصباح. عدة الحدائق برنامج جميل لمحبين الفن الشعبي، ومطربهم المفضل خالد الملا وابنيان البذالي، وكثير من الفرق التي ترضي جميع الأذواق في الحديقة سواء السياحية أو حديقة جنوب الصباحية. منلاحظ أن النشاطات بالمرافق المختلفة مختلفة، يعني ما في نشاط متكرر، فعلا بكل مرفق في نشاط معين. عنا بيضل في عنا شاطئ لأجيلا ونادي الشعب ورأس الأرض. أيضا في هذه الشواطئ في برامج مميزة وترضي جميع الرواد اللي يزورونها. احنا طبعا طبيعة كل مرفق لا رواد ولا زوار اللي احنا عرفناهم وهم عرفوا مرفقهم، ومن خلال هذا التجاوب معهم بدأوا إدارة كل مرفق تنظم حفلات وتنظم فرق بما يرضي أذواق زوار هذه المرافق. بيعنا النافورة الموسيقية، النافورة الموسيقية أول وثاني يوم العيد فيها برامج مميزة، وثالث يوم العيد في مهرجان سيلاني للجالية السيلانية عدينا لهم برنامج. طبعا احنا نفضل انه يكون لكل جالية دور ويكون لها يوم تستمتع فيه، فالنافورة الموسيقية استعدت للجالية الموسيقية للجالية السيلانية عفوا. اذا شركة المشروعات السياحية فاتحة ذراعيها لكل جالية بتحب تشارك باستعراضات وبعروض مختلفة مشان العيد وغير العيد. طبعا احنا استعدينا بشكل كبير قبل العيد بفترة، وايضا انشطتنا المختلفة موجودة خلال ايام العيد وبعد العيد. وايضا هناك المرافق الاخرى اللي هي صالة التزلج مفتوحة، الصالة الكبرى لمحبين التزحلق مفتوحة كالعادة. وايضا انوه بالنسبة للمدينة الترفيهية، انا خليتها اخر شيء اساس انه الجمهور دائما يذهب للمدينة الترفيهية بالدرجة الاولى. المدينة الترفيهية عدد الرواد في العيد اللي فات تقريبا 20,000 زائر، وعلى الرغم من هذا الزحام لكن الحمد لله الكل استمتع بدون أي حوادث. فترة التشغيل خلال أيام العيد راح تكون في الفترة من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 11 مساء، وراح يكون يوم السبت أيضا تشغيل، أي يعني ما راح يكون في إجازة كالمعتاد، وراح تستمر المدينة الترفيهية بعد العيد بدون إجازة. يعني العادة لما يكون السبت دوام يأخذون إجازة الأحد، لا، لأن بدأت الإجازة تقريبا لمرحلة الابتدائية، فنقول لهم المدينة الترفيهية أيضا مفتوحة ما بعد العيد. أيوة، يعني هذا بالإضافة للمفاجآت. أكيد في مفاجأة. طبعا المدينة الترفيهية استعدت في برامج وجوائز ومسابقات ومفاجآت كثيرة، بس تتفضل الناس تزور المرافق وراح تلقى ما يرضيها إن شاء الله. لا أكيد الله يكتر المحبين إن شاء الله. الله يخليك. آخر شيء منحب ننوه عن صدر العدد الجديد من مجلة ابتسامة.
العدد 30 من مجلة ابتسامة بعد التحرير، نجد على الغلاف الأول المهرجان الثاني لليخوت والقوارب من 9 إلى 26 من مايو 95، وأيضا نهائي بطولة القارات للزوارق السريعة من 25 وحتى 26 من مايو 95، ونجد عبارة جميلة وهي المشروعات تستقبل العيد بمفاجآت للجمهور. أيضا على الغلاف الخلفي نجد المهرجانات وبرامج المرافق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وأيضا هناك أسماء المرافق وصورة لكل مرفق. مدام نبيلة منتشكر كتير كتير، وبظن أنه الجمهور بيقدر يحصل على نسخة من مجلة ابتسام من مركز المعلومات. أيوة، إذا أي إنسان أو أي واحد يحب يأخذ ابتسامة الأعداد الأخير يحصلها من مركز المعلومات، وموجود في مركز خدمة رقم 1. نحن نسينا مرفق هام من مرافق شركة المشروعات السياحية اللي هو مجمع أحواض السباحة، ماذا أعد للعيد؟ مجمع أحواض السباحة استعد في برامج وأنشطة مميزة للعائلات، وأيضا مجمع مفتوح للمحبي السباحة في أحواض المميزة وخلال أيام العيد المختلفة. إذن نتشكرك جدا جدا بنهاية هاللقاء على توضيحك لأصدقاء شركة المشروعات السياحية عن برامج العيد. وأنا شاكرة لكم استضافتي، ودعوة لجمهورنا الكريم في زيارة مرافق شركة المشروعات في العيد والتمتع بما فيها من أنشطة وبرامج. نتمنى أن تكون برامج وأنشطة شركة المشروعات السياحية لعيد الأضحى المبارك قد حازت على رضاكم. نتمنى أن تشرفونا في جميع المرافق وجميع العاملين في شركة المشروعات السياحية، يقولون لكم كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك.